بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه صحيحه وشرحه في الدارين، آمين. الباب السادس عشر من الكتاب الثاني والعشرين، كتاب البيوع. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 89 بعد 903,000، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر قبل وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بالأمس قلنا أنها هي بيع الثمر في سنبله بمثيله خارج سنبله دون تحقق المماثلة، يعني القمح في سنبله يبيعه بقدره خرصا قمح خارج السنبل، هذه يسمى المحاقلة، منهي عنها لعدم تحقق شرط المماثلة في متحد الجنس والعلة فتؤدي إلى ربا الفضل. ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب على النخل بمثيله خرصا تمرا، هذا أيضا يؤدي إلى عدم تحقق المماثلة أو التماثل في متحد الجنس والعلة فيؤدي إلى ربا الفضل. فالمزابنة تشبه المحاقلة، والفرق أن المزابنة بيع الثمر على الشجر بمثيله جاف على الأرض خرصا كالعنب بالزبيب أو كالرطب بالتمر، هذا منع عنه وأجازه النبي في العرايا فقط في حدود 5 أوسق كما قرأنا بالأمس. والمخابرة، إيه هي المخابرة؟ المخابرة هي أن يزرع الأرض والبذر على العامل، يسموها المخابرة، البذر على العامل. والمزارع يكون البذر على المالك. الفرق بين المزارع والمخابرة أن المزارع البذر على المالك، والمخابرة البذر على العامل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه البيوع على في صور معينة، يعني المخابرة المنهي عنها أن يعطيه ما يخرج من قطعة معلومة من الأرض لا من مشاع ما يخرج من الأرض، يقول له ازرع 5 فدادين هذه ولك ما يخرج من هذا الفدان فقط، أما الباقي فلي، ويكون البذر على العامل. هذا يؤدي إلى النزاع، لأنه قد يخدم الفدان الذي يأخذ زرعه ويهمل باقي الفدادين، فهمت؟ فهذه الصورة أدت إلى النزاع، وبالتالي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه كأنه بيبيع مجهول، مجهول القدر، لأنه قد لا يثمر كله وقد لا يصلح كله، وبالتالي لابد أن يبيع الثمر بعد بدو صلاحه حتى يتجنب الغرر وبيع ما لا يصلح وما لا يتم. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، يعني الرطب يتباع بإيه؟ ما يتباعش بالتمر، يتباع بالدينار والدرهم. والعنب ما يتباعش بالزبيب، يتباع بالدينار والدرهم، لأنه لو اتباع بالزبيب مش هتعرف تحقق شرط التمثل. فهمت بقى المسألة؟ إلا العرايا أجاز النبي إنك أنت في حدود 5 أوسق كما قرأنا بالأمس، إنه يشتري الرطب بالتمر تقديرا، يقدر ان التمر ده اذا الرطب ده اذا جف يصير كام قد ايه، ثم يعطي هذا القدر بالخرص، يعني بالتخمين وليس بالتحقيق قدره تمرا. اجازه النبي لرفع ايه الحرج عن الامه ولتيسير الامر بين الناس، لان بعض الفقراء لا يملك دينارا ولا درهم وقد يملك تمرا ويريد ان يشتري رطبا، فأجاز النبي له ذلك. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني حتى يبدو صالحها، تكون صالحة الطعام يعني، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني تبقى صالحة لإيه؟ للأكل. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، يعني لا تباع بمثيلها جافا لكن تباع بالدراهم والدنانير. إلا العرايا فأجاز بيعها بمثيلها جافا خرصا تقديرا. قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء، الأرض البيضاء يعني الأرض غير المزروعة، فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل اللي هو يسموه العامل، يبقى مالك وعامل، فينفق فيها، يبقى البذر عليه على العامل أو فينفق فيها، يبقى المخابرة البذر على العامل، ثم يأخذ من الثمر، يعني يأخذ جزءا من الثمر من قطعة معلومة فيها، هي دي اللي منهي عنها، إنما لو أخذ من مشاع الثمر لا بأس بقدر معلوم. وزعم أن المزابنة بيع الرطب، والزعم هو القول المحقق يعني بلغة قريش، وزعم يعني قال تحقيقا يعني أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع اللي هو زي ايه؟ زي القمح في سنبله، على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكرياء قال ابن أبي خلف حدثنا زكرياء بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقها، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء اللي هو بدو صلاحه، وأن تشترى النخل يعني ثمر النخل،
وأن تشترى النخل يقصد إيه؟ ثمره. حتى تشقها يعني الثمرة، تنضج، تشقها يعني تنضج الثمرة، حتى تشقها. والإشقاء إيه؟ هو علامة النضج إيه؟ الإحمرار والإصفرار. والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه، يبقى صالح للأكل أو يؤكل منه شيء. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، يعني محدود في حتة معينة، معلومة يعني في مكان معين، دون أن يكون شائعا في سائر الأرض. هو ده اللي بنيان. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، النخل يعني الرطب على النخل. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. وعن أبي قال: وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح، يعني تحمار وتصفار تنضج. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. يبقى ايه متفسرة داخل الحديث اهو. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة. وعن الثنية اللي هو الاستثناء، ورخص في العراية. يعني إيه المعاومة؟ يعني أن يبيع ثمر الشجر عدة سنوات، دي يسموها المعاومة، وهي عقد باطل بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه، ويبيع مجهول، ويبيع غائب، وهو بيع غرر، لأنه لا يعرف قدر الغائب حيباده. شوف فيها كم سبب للتحريم: بيع غرر، وبيع مجهول، وغير مقدور على تسليمه. مش كده برضو؟ كل الحاجات دي تسبب انه لا يصح ان انا ابيع ثمر الشجر عدة سنوات، يسموه المعاومة او بيع السنين، باطل بالإجماع. ولكن ممكن تصححه ازاي؟ انك انت تعمل عقد انتفاع وليس بيع، عقد انتفاع كأنه ينتفع بهذه الأرض وبما فيها من شجر مدة 5 سنوات مقابل عقد الانتفاع، ده يعطيك في السنة كذا. لكن لو قلت عقد بيع لا يجوز، لكن عقد انتفاع يجوز. لكي تجوزه تخليه عقد انتفاع. كويس. وعن الثنية، ايه الثنية بقى؟ بيع الاستثناء ده يعني يقول له: بعتك مثلا هذا القدر من الطعام الا بعضه، دون ان يحدد قد ايه البعض ده. إذا استثنى مجهولا يبقى ده بيع الثنية المنهي عنه. فهم؟ يعني يقول له مثلا: أعطيتك، بعتك هذه السيارة على ألا تركبها. الله، يعني هعمل بيها إيه؟ يعني هاكلها؟ فهمت؟ أو ده استثناء باطل، يجعل العقد باطل. أو على ألا تركبها إلا إذا كانت الطرق ليست مزدحمة. ما ينفعش. طب أنا هقدر إزاي؟ يعني يستثني استثناء يصعب تحقيقه، أو استثناء مجهول
يقول له بعتك مثلا هذا البستان الا بعض الاشجار فيه. طب ايه هي؟ فين الاشجار؟ يقول لي بعضها وخلاص. يعني ايه بعضها؟ مش تحددهم لي، تقول لي الا العشر شجرات دول خلاص احوط عليهم التحويطه اقول دي مش بتاعتي. انما بتقول لي الا بعض الشجر او الا عشره اشجار فيها دون ان احدد عينها، او ده اسمه بيع الثنية الاستثناء المجهول، يعني يستثني شيئا مجهولا يبقى ده باطل بالاجماع، لكن لو استثنى شيئا معلوما صح بالاجماع. ورخص في العرايا. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاومه، يعني ما قالش في التفسير يعني. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن ابي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. كراء الارض يعني اجاره الارض ببعض ما يخرج من جزء معلوم منها، ده المنهي عنه. لكن الكراء بالدنانير وبالذهب يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، وقيل النهي هنا نهي تنزيه لانه اجازه النبي في بعض الصور وحرمه في بعض الصور. يبقى اذا اطلق النهي يقصد بنهي التنزيه او التحريم في بعض الصور والاباحه في بعض الصور. وعن بيعها السنين اللي هو المعاومه، يعني بيع الثمار الخارجه منها لمده سنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب اللي هو يبدو وصلاحه. باب كراء الارض، ايجار الارض. وعن ابي قال وحدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. كراء الارض اي ايجار الارض ببعض ما يخرج من جزء معلوم منها يؤدي هذا الى النزاع، فنهى النبي عن هذه الصوره. واضح؟ دي لان قد لا يخرج من جزء من هذه البقعة التي حددتها له أجرا شيئا، أو قد يخرج الكثير ولا يخرج الكثير مثله في باقي الأرض فيحدث النزاع، فنهى عن كراء الأرض بهذه الصورة التي تؤدي إلى النزاع. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، يعني تصدقا كده، لأن لا أهل المدينة النبي لما راح بيتعاملوا بعقود في الأرض تؤدي إلى النزاع. يجي واحد يملك أرض يقول للعامل تعال خد الارض دي ازرعها لي، واللي هيخرج من الحواف دي بس المسائي دي هي دي ليك والباقي كله ليه. يوم ما يجي يشتغل فيها يلاقي اللي طلع في المسائي قليل او ما خرجش كويس، يوم يحصل نزاع يقول له انت ظلمتني انا اشتغلت كتير وما جاش. فكل يوم والتاني يروحوا للنبي يتخانقوا، كل يوم والتاني يروحوا للنبي يتخانقوا بعد ما هاجر، لانه ما كانش في زراعه في مكه، الزراعه كانت في المدينه. فنشات هذه العقود وتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم لفض النزاع بين الانصار بسبب تعاملهم في الارض بطرق تؤدي الى النزاع. فالنبي عمل لهم ايه؟ قال لهم اللي عنده ارض يزرعها وما يجيبش حد عشان ما يتخانقوش، ولو عندك ارض ومش محتاجها اديها لاخوك يزرعها صدقه وما تحاسبوش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في الاول عمل كده لفض النزاع، ثم بعد ذلك بين لهم الطرق اللي هم يتعاملوا على الارض فيها بطريقه لا تؤدي الى النزاع، انه يبقى ليه نصيب من مشاع ما يخرج منه، لا تحدد له مكان معين. افرض المكان ده يصيبه مرض وباقي الاماكن لا يصيبها مرض، فيبقى خدمك دون ان ياخذ اجرا، كانك اكلت جهده بلا طائل. فهمت؟ يبقى مرت المعامله على الارض ايه بصور كثيره حسب ما كانت تعرض للنبي من قضايا صلى الله عليه وسلم.
يبقى افضل حاجة لو انت عندك ارض وانت مستغني عنها وربنا غنيك انك تديها لواحد فلاح يزرعها وياكل منها وما تاخدش منه حاجة كده، من باب يعني ايه المواساة، صدقة كده تسيبها له. فهمت ازاي؟ دي حاجة عالية قوي جميلة، قليل من يفعل ذلك. طيب عايز تاخد اجر، يبقى تاخد ايه؟ ياخد جزء من مشاعي ما يخرج، ولا تحدد له قطعة معينة ياخذ منها، من مشاعي ما يخرج قدر معلوم، يقول له لك الثلث، لك الربع، لك النصف، من مشاعي ما يخرج منه. فهم؟ وعن أبي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضول أراضين يعني عندهم أراضي زائدة على احتياجهم، يملكوها وهي زائدة فاضلة عن احتياجاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. يا إما تمنحها له ما تحسبوش، طالما هي زايدة عندك سيبه هو يأكل صدقة لله، واخد بالك؟ أو مش مستحمل كده يبقى سيبها بقى بور وما تجيبش واحد تظلمه. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلى بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ، أن يؤخذ للأرض أجر يعني غير معلوم، أو حظ أي من قطعة معلومة، لأن هذا يؤدي للنزاع. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. يبقى ده أمر لأهل العزائم اللي هم عايزين الفضل الكبير من الله، بقى يديها له منحة كده، هدية كده، يزرعها وما يحسبوش على حاجة، يبقى فاتح بيت مسلم. فهمت؟ دي نعمة كبيرة لو واحد ايه استطاع يفعل ذلك. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها، يعني لا يؤجرها بطريقة تؤدي إلى النزاع بالصور اللي احنا قلناها، وليس نهي عن الكراء مطلقا بل عن كراء بعض الصور التي تؤدي للنزاع. قال نعم. وعنه ليه احنا بنقيد هذه الأحاديث؟ لأن لورود أحاديث أخرى، فورود الأحاديث الأخرى يجعلك تقيد معاني أجملت في بعض النصوص. فهمت؟ وبالتالي لا تأخذ الحكم من نص واحد، بل لابد أن تجمع كل النصوص حتى تفهم القيود. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وقلنا المنهي عن المخابرة إيه؟ الصورة المخصوصة التي تؤدي إلى النزاع، وهو أن يكون البذر على العامل ويأخذ ما يخرج من مكان معلوم من الأرض دون سائر الأرض، هذا يؤدي إلى النزاع، فنهى النبي عنه. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها، يعني تبيعوا ما يخرج منها يعني. فقلت لسعيد ما قول ولا تبيعوها؟ يعني الكراء. قال نعم الإجارة يعني. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر
قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا، اي تصور للمخابره اهي تؤدي للنزاع. ايه هو القصري؟ يقول له هتزرع لي الارض دي قمح، واللي يطلع من القمح هندرسه، يدرسه يعني يخرج الحب منه، وما بقي في سنبله بعد الدرس يبقى نصيبك. دي طبعا يؤدي الى النزاع، فاهم؟ لانه قد لا يبقى في الدرس شيء، او يبقى في الدرس بعض الاشياء القليله التي لا تكفيه، او قد يبقى في الدرس لان الدرس لم يكن مناسبا الكثير من القمح، وبالتالي الملك يضر. يعني اي الطرفين قد يضر. يبقى القصري ما بقي من الحب في السنبل بعد درسه يتفقوا، يبقى العقد ده من بدايته كده عقد يؤدي للنزاع والشقاق، فالنبي نهى عنه. فنصيب من القصري ومن كذا، من كذا يعني من مواضع معينه في الارض، يقول له البقعه دي هتاخد منه، والبقعه دي هتاخد منه، والبقعه، طب وباقي الارض؟ لا دي بتاعتي. يوم ايه برضه يؤدي الى النزاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليحرثها اخاه، والا فليدعها. سيبها بور كده ما حدش يزرعها، عشان ما تتخانقوش كل شويه وتيجوا لي كل يوم. فهمت ازاي؟ لانه لا يريد النبي ان يحدث نزاع بين المسلمين، والنزاع يؤدي الى الشقاق والعداوه، فايه؟ فيفسد ذات البين. النبي يحب ان المسلمين يبقوا كده يد واحده. واخد بالك؟ يعني جسم واحد لا نزاع فيه. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب، قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث او الربع بالماديانات. الماديانات ما ينبت على حافتي مسيل الماء، يعني يبقى الماديانات ما ينبت على حافتي مسيل الماء، مجرى الماء يعني. يقول له كمان اللي هيطلع على المجرى ده هتاخد تلته او ربعه. طب وبقيه الارض ده بتاعتي وليه تلتين اللي هيطلع كمان على فهمت ازاي؟ يوم ده يؤدي للنزاع. كل الصور دي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لانها تؤدي الى النزاع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها، يعني بنفسه، فان لم يزرعها فليمنحها اخاه حتى ايه؟ لا يكون بيع، يبقى اجعلها صدقه كده لله خالصه وخلاص، ما يجوش يتنازعوا بقى. فإن لم يمنحها أخاف ليمسك، مش عاجبه الحل ده يبقى يمسك، ما يديهاش لحد، لا هو يزرعها ولا غيره يزرعها. يا إما تديها له يزرعها وياخد اللي فيها وأنت مش محتاجها، فهمت إزاي؟ يا إما تزرعها أنت بنفسك، يا إما سيبها خالص، لكن لا تتنازعوا. أدي معنى إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. فليهبها هبة، يعني يسموه هبة انتفاع، ينتفع، مش هبة ملك. فليهبها هبة انتفاع أو يهبها هبة ملك، تحتمل دي وتحتمل دي، يديها له خالص كده. أو ليعرها يعني يجعلها إعارة لينتفع بها ثم يردها له. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.
سيدنا عبد الله بن عمر بقى لما سمع ناي كراء الارض وكان بيكري ارضه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة سيدنا ابو بكر وفي خلافة سيدنا عمر، في اخر خلافة سيدنا عمر سمع ان رافع بن خديج بيقول ان النبي نهى عن كراء الارض فترك كراء الارض، وفهم ان النهي على الاطلاق وليس في صور معينة، فاحتياطا بطل يكري الارض خالص لسيدنا عبد الله بن عمر، كويس؟ في حين ان هو نهى عن كراء الارض بصور معينة تؤدي الى النزاع وليس مطلق كراء الارض، واضح؟ قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثا، اي يعني بما يخرج منها يعني، والارض البيضاء غير المزروعه. وعن ابي قال وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع السنين اللي هو المعاومه، وفي روايه ابن ابي شيبه عن بيع الثمر سنين، لان الثمر يخرج في ايه؟ في اخر السنه، فما يبيعها سنين كانه بيبيع ثمر لم يظهر، بيبيع مجهول وغير مقدور على تسليمه، وهو بيع غرر لانه لا يعلم قدره. كل ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من اجل ذلك. وعن ابي قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا معاويه عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وعن أبي قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، الحقول اللي هي المحقلة يعني، فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر، والثمر هنا يعني الرطب، والحقول كراء الأرض. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة يعني اشتراء الثمر في رؤوس النخل بمثله تمر، والمحاقلة كراء الأرض. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حمال بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا، الخبر اللي هي المخابرة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها في جزء معلوم على أن تكون إيه البذر على العامل، كل ده تعريف للمخابرة. قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا بسبب إيه؟ إخباري أن النبي نهى عن كراء الأرض، منعنا رافع نفع أرضنا يعني كراء أرضنا،
وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وازدعم هنا في لغة قريش يعني قال قولا محققا وعلى شكله عمل به سيدنا عبد الله بن عمر بخلاف الاستعمال الحديث لكلمة زعم إيه إنك أنت تقول قول غير محقق قريب للكذب والفلان بيزعم كذا يعني بيكذب مش كده برضه في اللغة بتاعتنا الاستعمال الحالي لكن الاستعمال القديم لا عشان كده عشان تفهم الحديث لازم تعرف اللغة دلالتها أيامها إيه عندهم عشان تفهم الكلام لكن لو جبت بقى اللفظ ده باستعماله الحالي وتحاول تفهمه دلوقتي هتقول اه ده كانوا بيكذبوا بعض ده كانوش بيثقوا في بعض فهم وينسبوا لبعض الكذب وهذا خطأ. زعم في لغة قريش يعني قال قولا محققا. جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتزعم أن الله أرسلك؟ قال نعم. الحديث كده معروف مش تزعم يعني بتقول قول غير صادق فيه لا قال له نعم يعني أقول قولا محققا فهم. فلازم علشان تفهم القرآن والسنة لابد أنك أنت تفهم بدلالة اللفظ أيام زمن نزول القرآن والسنة مش بدلالة اللفظ بعدما تطور استعماله فهمت. عشان كده في بعض الناس خبراء في اللغة العربية الآن يحبوا وفي الأداب عايزين يخلوا الناس يفهموا القرآن بدلالة الألفاظ المتغيرة في كل زمان وبالتالي يبقى فيه فهم جديد كل مرة كل مرة فهم جديد. ودي المشكلة اللي حصلت بين المدارس الأدبية الحديثة اللي بيعارضها الأزهر. الأزهر الشريف يقول لك لا احنا لازم نفهم القرآن بمفهوم الألفاظ وقت نزول القرآن لا باستعمال الألفاظ بعد تطور استعمالها مع الناس فهم؟ لأنها قد تؤدي إلى مدلولات خطأ غير مرادة من الشارع. فهمت بقى المسألة؟ زي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يعني قالوا عند نفسهم قولا محققا اعتقدوا ذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يعني اعتقد الذين كفروا أن لن يبعثوا. فهمت؟ موجودة في القرآن كتير استعمل. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علي قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط. البلاط كانت حتة مبلطة كده مبلطينها في المدينة يقعدوا هناك فيه سموها البلاط أرض مبلطينها كده يعني عشان يقعدوا فيه كويس. فكان سيدنا عمر ابن عمر قاعد فيه فبيقول إيه ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط. يبقى رافع بن خديج كان قاعد في منطقة البلاط اللي هي في المدينة أرض مبلطة فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وعن أبي قال وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأجر الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره.
وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون بهذا الإسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكره، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض احتياطا. فده يدلك على إيه؟ أن الصحابة كان عندهم احتياط شديد، يعني لما يشك في أمر الخروج من الخلاف مستحب، مش يقعد بقى يدخل وينقب ويعمل ويسأل وبتاع ويتلكع، ما كانش عندهم هذا التلكؤ والتلكع، واخد بالك، والتنطع. ونقف على باب كراء الأرض بالطعام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.